السلام عليكم خاوتي، جيسبرك راكم ملاح. قبل ما نبداو في الفيديو اذا ماكش حاط لايك حط لايك، خلونا نوصل 10000 لايك في اول ساعتين. ليتس جو. كيما راكم تشوفوا هذا ثاني فيديو لينا بالفيس كام في اليوتيوب، واليوم ان شاء الله راح نشرحوا كيفاش راح يكون سلسله الفيديوهات في القناه الاولى والثانيه. في القناه الاولى راح يكون كاين 3 فيديوهات في الاسبوع، اما في القناه الثانيه الجديده اللي راح تلقاو الرابط تاعها في الوصف ولا في اول تعليق، خلونا نوصلها ل 100000 ان شاء الله في اقرب وقت. القناه الثانيه اللي راح يكون فيها 3 سلاسل، السلسله الاولى اللي هي سلسله الجيمينج اللي راح نجربوا فيها جميع الالعاب اللي راح تذكروهم بالتحت في التعليقات، السلسله الثانيه اللي هي سلسله الرياكشن، سلسله الرياكشن اللي راح تكون على فيديوهات الانستغرام او التيك توك او الفيديوهات اللي راح تبحثوهم في الديسكورد. اما السلسله الثالثه اللي كنت نخدم عليها في الايام الماضيه اللي راح تعجبكم بزاف ان شاء الله، اللي راح تكون جديده نوعا ما في اليوتيوب وان شاء الله راح تعجبكم. وبلا ما ننساو غدا ان شاء الله راح ينزل فيديو في القناه الثانيه اللي راح نزيدو نشرحوا فيه على الفيديوهات اللي راح يكونوا في القناه. المهم كما راكم تشوفوا هذه هي القناه تاعنا الثانيه اللي فيها تقريبا 20000 مشترك، خلونا نوصلها ل 100000 مشترك ان شاء الله في اقرب وقت. المهم خاوتي كما شفتوا هذا هو الفيديو تاع اليوم، خفيف ظريف، شرحنا فيه كيفاش راح يكونوا الفيديوهات. جود باي.